طيب معايا عبر الهاتف الآن الأستاذ صلاح عبد الفتاح أمين صندوق الجمعية المصرية للاعبين المحترفين. كابتن صلاح طبعا يوضح لنا الوضع بالنسبة لهذا الأمر. كابتن صلاح عبد الفتاح، عشان الموضوع بالتأكيد يخص الجمعية المصرية للاعبين المحترفين، زي ما اتحاد الكرة أوضح في بيانه أنه جمعية اللاعبين المحترفين المصرية لم تواجه أي ملحوظة لاتحاد الكرة طوال السنوات الماضية، فنفهم أكتر من الكابتن صلاح. كابتن صلاح مشرفني ومنورني. الله يخليك يا كابتن، متشكر جدا على الاتصال، وإحنا سعداء بحضرتك يا كابتن. أشكرك يا فندم. وبالنسبة للموضوع، البيان بتاع الفيبرو، هو طبعا الفيبرو البيان بتاعه فيه مغالطة، يعني موجود ملاحظات كتيرة جدا، ودي فعلا موجودة في أندية كتيرة من الأندية المصرية. موجودة تمام. ليه بقى اللاعب الأجنبي اللي بيجي ويكون، احنا عندنا في الجمعية في أعضاء من اللعيبة الأجانب اللي هي بتتعاقد مع الأندية المصرية، وقلنا كتير بشكاوي، ولكن العضو اللي هو في الجمعية وبيلجأ للجمعية بنحل معاه المشكلة بتاعته لحد ما ياخد حقه من النادي اللي هو عنده المشكلة. ده بالنسبة للمشاكل. ولكن أنا لما يجيلي حاجة زي دي فيها ملاحظات على الأندية المصرية وبأبعت عشان اللعيبة المتعاقدين، هو بيقصد بالدرجة الأولى يعني اللعيبة الأجانب في طبعا. هذا البيان طبعا. يعني اللعيبة الأجانب بيلجأوا دايما للاتحاد الدولي الفيفا والاتحاد الدولي للاعبين المحترفين. صحيح. فطبعا اللعيب اللي بيجي بيقدم في الجمعية عشان احنا نحلله المشكلة بنحل بمذكرة مننا وبنلجأ لاتحاد الكورة. اتحاد الكورة ما بيعلنش ان في مشكلة عنده ولا اتحلت ازاي ولا الكلام ده. لا ثواني يا كابتن صلاح، بعد اذنك، يعني حضرتك دلوقتي بتقول لي ان انت بترجع لاتحاد الكوره، يعني حضرتك بتقول لي دلوقتي ان بيبقى في ملحوظات بتوصل من الجمعيه، جمعيه اللاعبين المحترفين المصريه، لاتحاد الكوره، عشان اتحاد الكوره قايل في بيانه ان انتوا ما بتروحلهمش ابدا وما قلتلهمش ان في اي مشاكل وما فيش اي ملحوظات. لا بنروح، بس ما فيش التعاون اللازم اللي يبقى موجود بيننا وبينهم، واللي هو الحاجه اللي تنهي الكلام ده ان يجب ان يكون طبقا تعليمات الاتحاد الدولي الفيفرو وبروتوكول التعاون اللي بين الاتحاد الدولي والاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، في بروتوكول تعاون بينهم وبين بعض، وكان في بيننا وبين الاتحاد المصري لكرة القدم بروتوكول تعاون في عهد الكابتن سمير زاهر الله يرحمه. كان فيه، وكان في الوقت ده كان في تعاون بيننا وبين اتحاد الكورة، وكان بتتحل كل المشاكل. ولكن بعد كده العمليه ما بقتش فيها النظام اللي موجود ده. يعني مفيش تعاون دلوقتي بين جمعيه اللاعبين المصريين المحترفين واتحاد الكوره. لا ما فيش، لان المفروض يبقى في بروتوكول تعاون. والجمعيه المصريه للاعبين المحترفين كانت في وقت ممثله في اتحاد الكوره بعضو من اعضاء الجمعيه المصريه للاعبين المحترفين. دلوقتي ما فيش. وبعدين في حاجه مهمه جدا بالنسبه للعيبة والوكلة والعقد اللي بيتعمل. بالنسبة للعيبة، اللعيب ما بيشوفش العقد كويس قوي بتاعه عشان يبقى عارف ايه اللي بيتعمل فيه. في بعض الإداريين في الأندية بتعرف تتلاعب في العقود بعد اللعيب ما يمضي. فلاجب برضو الوكيل بتاعه اللي هو أحيانا بيبقى في صف الأندية وليس في صف اللاعب، وده بيوصل لكم يا فندم صح؟ في بعضهم بيوصل لنا، في بعضكم بيوصل لكم. لما بيوصل لكم بقى بتاخد بناخد إجراء وبنعمل كل إجراءاتنا القانونية لحل المشكلة وبنجيب للاعب حقه. وفي أندية بتلتزم وخلاص ما بتوصلش الموضوع لأننا نبعت للاتحاد الدولي، لأن الاتحاد الدولي لو لقى لاعب مظلوم الاتحاد الدولي الفيبرو ومش قادر ياخد حقه وطلب محامي من الاتحاد الدولي، بيعمل بي بي بيخليه فيجي محامي له ويدافع عن حقوقه. ليه بقى؟ هنا اللعيب ما بيرجعش للعقد بتاعه، لازم يرجع لكل بنود العقد ويغطي كل
الفقرات اللي هي فاضية ويبقى فيها خطوط، وده يتم بمعرفة الوكيل بتاعه اللي هو المفروض يبقى أمين في العرض. في بعض الوكلاء ما همش وكلاء، مش وكلاء، ولكن في أندية بتتعامل معاهم. واخد بال حضرتك؟ برضه دي من الحاجات اللي حضرتك بتقولوا لي دوت. ده اللي قالته النهارده رابطة الأندية المحترفة أو الدولية يعني. الأندية المحترفة بقول لحضرتك. لكن البيان برضه اللي طلع من رابطة الأندية بتاعتنا المصرية الحقيقة كان بيان تحترمه وتقدره، لأنه يعني بيقول إن أنا عندي غلط، وبيقول إن أنا عندي استعداد أسمع، وعندي استعداد أتعلم، وعندي استعداد أفهم، وعندي استعداد أحل. طب ازاي؟ ما احنا لازم برضو ايه يبقى في تعاون. لكن اتحاد الكوره بالنسبه لبيان اتحاد الكوره بالنسبه لحضرتك شفته بيان؟ لا، اتحاد الكوره الحقيقه يعني كان لازم يبقى ايه اهدى من كده، وما فيهوش الايه الرد اللي فيه العناد النفي. يعني النفي. اللي هو انا ما عنديش اي مشكله. لا ما عنديش، لا عندي مش ما عنديش. والربط عارفه ان عندي، والجمعيه المصريه للاعبين عارفه ان عندي، وانا كاتحاد عارف ان عندي، بس ده ما ينفعش غير ان انا لازم اعترف بالغلط اللي عندي او التقصير اللي موجود. التقصير ده احيانا بيجي من ناحيه الوكيل، واحيانا من ناحيه اللاعب اللي خبرته قليله ومش عارف، ولازم انا راجع بنود العقد. العقد ده بمكون من 4 عقود، اللاعب معاه عقد مفهوم، ومنطقة الكرة اللي هو تابع ليها النادي بتاعه اللي مقيد فيها عندها عقد، والاتحاد الكرة عنده عقد. طيب كابتن صلاح كابتن صلاح، هل ليكم موقف فيما يحدث الآن بعد البيان؟ احنا الآن بعد البيان احنا شفنا رد الرابطة ورد اتحاد الكرة. احنا الاتحاد الدولي احنا كعضو المفروض بيمثل مصر في الاتحاد الدولي، الفيفرو بيبعت لنا نفس البيان، وبرضو يعني بيقول لنا يعني يبقى في تدخل لصالح اللعيب، لان الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين هو بيدافع عن اللعيب المحترف وعن اي حقوق له. فطبعا البيان واضح في 7 بنود. صحيح. ال7 بنود فيهم حاجات اتكررت في مصر كتير، فيهم تواريخ اتغيرت، فيهم مبالغ اتغيرت. ان انا برضو اخد من اللعيب الجواز السفر بتاعه اخده في نقطه. في نقطه مهمه معينة. في نقطه مهمه نقاط معينه. ايوه فضل. وارجع العقد تاني للعيب، عشان اللعيب يعني العقد بتاعه ده، حتى انا هاجر له شقه، انا هعمل العقد ومحتاج البيانات. اي جهه رسميه محتاجه يبقى ده مقيد عندها او ما، كل ده اوكي ما فيش مشكله. الاداري بياخد يخلص ويرجع العقد تاني للاعيب، لان العقد ده بتاعه هو شخصيا. طيب كابتن صلاح، انا في نقطه بس عايز اتاكد منها من حضرتك. البيان اللي طلع النهارده من الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، تمام، ده يخص اللاعبين الاجانب اللي بيجوا مصر، يعني دي الشكاوى مثلا اللي جات لهم من اللاعبين الاجانب اللي جم في الدوري المصري. انت كمان بتقول لي انه في لاعبين مصريين كتير عندهم مشاكل زي دي بتجيلكم بيها شكاوى، صح؟ ايوه كتير جدا، يعني هو مخافه زي ما بيقولوا كده كان اسوأ بكثير. ايوه. طيب يعني احنا بنتكلم في اجانب عندهم مشاكل في الدوري المصري، ولاعبين مصريين عندهم ومصريين مشاكل. عندهم مشاكل، واتحاد الكوره ينفي. ايوه عظيم. يعني فده طبعا شيء احنا لازم نقوم بحل مشكلة اللعيب ما دام تقدم لينا وبمذكرة ويتم حل المشكلة بتاعته. ولعيبة كتير جدا حلينا مشاكلها. صحيح. مع اتحاد الكورة، مصريين وأجانب. صحيح. كابتن صلاح فتاح، أمين صندوق الجمعية المصرية للاعبين المحترفين، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وكل هذه التوضيحات.